السلام عليكم. اليوم نروح نديروا زيارة على موقع الأشغال نتاع التهيئة نتاع الواجهة البحرية لمدينة إذن مستغانم. نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول آخر الأشغال التي تم في هذه الواجهة البحرية تاع مستغانم، وإن شاء الله تكون يكون عملية الإتقان، يعني خاصة الإتقان ناحية يعني تكون الأشغال مخدومة حسب التصاميم الأولية، يعني وإن شاء الله يكون في استعمال مواد تكون مواد ملائمة للنوعية نتاع المشروع هذا. نترككم تتابعون إذن هذا الفيديو حول آخر الأشغال ومستوى تقدم المشروع هذا. نخلكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.